كنشكر بعدا فرع الكواكب اللي استضافني في هذه الدوره هذه واللي رحب بيا بزاف، عطاني المهام ديالي كنخدم بها، عطاني الايديساج، قال لي عطاني الايديساج ترينيش بها وجمعت ليفيكتيف وجبنا بهم وتيسترات الامور ان شاء الله. وكنشكر جميع الاطر والمؤطرين ديال الكواكب، وكنشكر اللجنه المنظمه، وكنشكر حتى الفرق المصغره اللي جات كامله معنا هنايا. اخ زكريا، كلمه الاخ خوف محليه، ان شاء الله شنو غتوجد للماتش الجاي؟ دابا كما عرفتوا كما شافوا الاخوان، لعبنا واحد السيستيم اللي ترينيش بهم تقريبا ثلاث ايام السيمانه اللي فاتت، ترينيش بهم غير ثلاث ايام. دابا السيمانه الجايه ان شاء الله نبدا بهم ان شاء الله من نهار الثلاث، غنخدم بهم كيفاش نخفف لازون وكيفاش نلعبوا بالسيستيم ديالنا اللي هو الفوتسال. حنا معروفين بالفوتسال، خصنا نبينوا الفوتسال وان شاء الله نوصلوا للفينال الى كشاب. تهنئا لك مره اخرى. شكرا. زكريا ديال الكواكب بقى المصري 13 عام عبد البقالي. كما كتلاحظوا اليوم لعبنا 4 ديال الماتشات، الماتش الاول ربحنا والماتش الثاني تعادلنا والماتشات جوج الاخرين ربحناهم، وخصهم كانوا مزيانين ولكن حنا حاولنا نكونوا احسن منهم. وكنشكروا نادي الكواكب على التنظيم هذا الممتاز وجميع الطاقم ديال الكواكب والمدرب ديالنا زكريا والطاقم معنا اللعابه، وكنشكر اللعابه اللي داروا هذا المجهود كامل وتحياتي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله شفنا اليوم تنافسيه بين هذه الفئه السنيه الصراحه ديال 17 عام. الحمد لله في كره القدم داخل الصالات. نشكر جامعه الملكيه وعصبه الغرب والجمعيه المشرفه على هذا التنظيم ديال التظاهره، جمعيه الكواكب الرياضي القنيطري. الحمد لله الدراري دازوا في واحد الجو رياضي، دازت تظاهره في واحد الجو رياضي صراحه مليء بالفرحه بالحماس. الحمد لله تاهلنا للدور ديال الربع النهائي ان شاء الله. كما تعرف الجميع ان هذه البطوله فيها تقريبا شي 20 فريق تقريبا، اللي كل مجموعه تتكون خمس فروق. الحمد لله ضمننا التاهل ديالنا للدور الربع النهائي، وان شاء الله غنقول الكلمه وغنمثلوا مدينه سي سليمان احسن تمثيل الحمد لله. والدراري باقي عندنا شباب، باقي عندنا صراحه باقي الحمد لله كاين خلاف، كاين لا روليف الحمد لله، اللهم لك الحمد. الحمد لله. مرحبا استاذ. اول حاجه كنبغي نشكر هاد الناس هادو على هاد حسن الاستضافه ديالهم وعلى الدوري هادي اللي نضموا لنا باش يجمعونا كاملين. وكنشكر هاد المؤطرين على هادو على ودي هاد الحضور وهاد الامبيوس اللي داروا لينا، وكنشكر جميع الجمعيات وجميع المدربين اللي حضروا في هادشي. كنشكر خصوصا نادي اولمبيك المسيره على الاستقبال ديالو معنا والكرم ديالنا، وكنشكر الدراري كاملين اللي معنا. السلام عليكم، انا من اولمبيك المسيره. كنشكر نجله كنشكر اللجنه والفرقه على المساعده ديالهم وشكرا. بغيت نشكر جمعيه الكواكب الفوتسال، بغيت نشكر جميع اللاعبين اللي لعبوا معنا هذا الماتش هذا وهذا الاداء. والاستقبال كان زوين بزاف والتنظيم كان زوين، احسن تنظيم تقريبا. والشكر عاوتاني للكوتش عبد الاله اللي وجهنا والتعامل معنا مزيان. بسم الله. بدايه بعدا تنشكروا المنظمين ديال هذا الدوري ديال فئه اوديسات كره القدم المصغره، والمنظمين بطبيعه الحال في شخص جمعيه الكواكب الرياضيه لكره القدم المصغره بشراكه مع العصبه الجهويه للرباط سلال قنيطره وتحت اشراف الجامعه الوطنيه المغربيه لكره القدم المصغره. تنشكروا جميع هاد المنظمين اللي سهروا على تنظيم الدوري الرائع اللي كان في المستوى الكبير، وما نساوش باش نجددوا الشكر ديالنا لجميع الناس اللي ساهموا في انجاح هاد الدوره وفي انجاح هاد الدوري هذا. وتنتمناو الخير لجميع الفرق المشاركه وبدوري مدرب ديال الفريق اولمبيك المسيره تمارا. تنتمنى ان شاء الله التوفيق للفرقه ديالي، وتنتمنى ان شاء الله مسيره موفقه ونكونوا ان شاء الله في البوديوم علاش لا، وحد موفق لجمعيه الكواكب الرياضيه القنيطريه. السلام.
السلام عليكم، معكم جمعية رجاء الرياضي الحسناوي سيدي سليمان. احنا فرحانين بالتأهل هذا، فرحنا اننا شرفنا المدينة، والتمارة ديال الكوتش ديالنا السي مصطفى الجوطي مشات في الظاهرة، انا والزملاء ديالي اللي تقاتلوا سي يوسف العلوي وسي بن طالب ومصطفى البقري الكوتش ديالنا حتى هو. فرحانين ان هذا العذاب والتمارة والونطرين المكاملين اللي مشات في الظاهرة، واننا فرحنا المدينة ديالنا، شرفنا احسن تمثيل، واننا قدرنا نتأهلوا، قال احنا الاولى، المهم اننا قدرنا نتأهلوا بالرغم من الضغوط، واول عام لينا كفرقة فوتسال وهذا النيفو هذا، راه تبارك الله والله الا راه ديما كاك لا صراحة تنظيم والله الا احسن تنظيم، ورحبوا بينا من ناحيه كلشي، من ناحيه التحكيم كان مزيان، اي حاجه نظافه القاعه، اي حاجه كتخيلوها كان مزيان، ها والله الضو ديالهم كما كتشوفوا، وكنشكرهم على هذا ديما كوكب، كنشكرهم على هذه العصبه اللي داروا لينا، ونتمنوا ان شاء الله يكون نكمل كلشي بخير، وشكرا ان شاء الله كاليفي وكاليفي ان شاء الله كاليفي وكاليفي ان شاء الله. رحيم بسم الله الرحمن الرحيم، كنبغي نشكر على الاطار على التنظيم اللي داروا جمعية الكواكب، ولعبنا الماتش الاول خسرنا، قدرنا نعوضوا ما بين الماتش والماتش، قدرنا نعوضوا ربحنا الماتش الثاني ومازال تابعين التنظيم زوين والله. كلمه للجنه التنظيميه والرئيس جمعية الكواكب، الله يرحم الوالدين على التنظيم اللي داروا. بسم الله الرحيم، تشكر الجامعه المغربيه لكره القدم بالمشاركه مع عصبه الغرب بهذه البطوله اللي نظموا لينا، اللي كيقلبوا على كيبحثوا على المواهب الكرويه في المدينه، وكنشكر الجامعه الملكيه لكره القدم النادي الرياضي القنيطري، نشكر لجنه الكواكب الرياضي القنيطري والطاقم التقني ديالها كامل، والطاقم ديال الكره المصغره ميني فوت، وكنتمنى ديما يبقاو يديروا التظاهرات الكرويه في المدينه ديالنا قنيطره، حيت كتزخر بزاف ديال المواهب الكرويه. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، رضات الوالدين، ربحنا الماتش الاول والماتش الثاني، وان شاء الله الماتش الثالث والاخر نوصلوا للفينال. كنشكروا اللجنه اللي نظمات هذا الشيء وكتشجع على المواهب، وكنشكروا الفرق المشاركه، وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، كنشكر جميع الانديه اللي مشاركه هنايا، وكنشكر عصبه الغرب، وكنشكر الجمعيه الملكيه، وهادشي كامل هاد المباراتين اللي فزنا فيهم، هادشي كامل برضات الوالدين والدعاوي ديالهم، وكنشكر الطاقم التقني، وكنشكر نادي الكواكب، والحمد لله على هذا الشيء اللي وصلنا ليه. دابا مازال لنا مباراه واحده باش ندوزوا للدور المقبل، والحمد لله الحمد لله، وشكرا.